بالراحه، انت مستعجل كده ليه؟ تعالي بس يا دنيا بقى، بلاش غلبه. مش فاهمه حاجه. بس يا بنت افهمك بقى. طب كويس ان كلكم موجودين. انا حارب ابو العينين، انا اللي اشتريت الكباريه ده بعد عزام بيه الله يرحمه متكل على الله. الله يرحمه. شوفوا بقى، انا لا بفهم في الكباريهات ولا في الفن ولا في الحاجات دي كلها، عشان كده قررت اجيب حد يفهم في الشغلانه دي مكاني، والحد ده انا عايزكم توقفوا جنبه وتساعدوه كويس قوي عشانه واحد منكم. منا؟ يا ترى يبقى مين؟ تعالى دنيا اقف جنبي. تعالى اقف جنبي. احب اقدم لكم الانسه دنيا مديرة الكباريه الجديده. مبروك يا دنيا. كلم بجد؟ ايوه. بصوا بقى، دنيا هتبقى مديرة الكباريه، يعني كلمتها هي كلمتي، يعني اللي تقوله يتنفذ بالحرف الواحد، مفهوم؟ مفهوم. يا زين ما اختار دنيا دي مننا وعلينا. واول قرار اخدناه بقى ان اليومين اللي اتقفل فيهم الكباريه مش هيتخصموا من مرتب. الله. والكباريه من بكره هيرجع يشتغل احسن من الاول. هتولع وتصادل وهتبقى اخر من جاها. الله الله. العب ابو العاد، خلي الكيكه تطلع في العالي يا دنيا. حربي، هو انت بجد بجد يعني اشتريت الصاله؟ اه. ازاي؟ بطلع اسئله غبيه يا دنيا. لا ما انت يعني لو بتضحكش عليا وعايز نمسك الصاله لازم تفهمني بقى ايه النظام. طب اني غلطت ولا ايه؟ شكلك كده مش هتنفع في الشغلانه دي، لمضه وغلبويه وبتسالي في اللي مالكيش فيه كده برضو. يا حربي السؤال دلوقتي يعني بقى حرام. اسمي حربي بيه يا بت. مش حربي بعدين خلصها يا دنيا، جاي منك في المشوار ده ولا ناس العطا لحد غيرك؟ يخص قليل الاصل بجد. بقولك هتتعبي قلبي معاكي ومش هيجي منك مصلحه. بس بقى يا واد، انا طول عمري يعني تحت امرك وبعمل لك اللي انت عايزه. اخ منكم يا ستات انتوا. اه ما تجوش غير بالسكه على دماغكم. خلصها يا دنيا، قدها ولا هتخربيها؟ قدها. ده انا قدها وقدود، وهعمل لك من الكباري ده احلى كباري في البلد. اهو كده تعجبيني. طب بقول لك ايه، مش ناوي كده يعني تاخدني عشوه حلوه، سهره جميله، احتفالا باكبر صاحب كباريه في البلد ومديرته الملاوعه؟ النهارده مش هينفع، وراكي شغل كتير عشان افتتاح الكباريه بكره، وانا هلكان وميت من التعب ومش حامل سهراتك يا دنيا. ومن امتى الكلام ده بقى يا سي حربي؟ من النهارده يا بنت رزق. حربي هتيجي الافتتاح بكره يعني ولا لا؟ حسب التسخين بقى، شد حيلك انت بس. صباح الخير. وانت من اهلي. مساء الفل يا احلى سهره. يسعد مساك يا معلم حربي حبيبي. قد مساء الفل. امال انت واقف فين؟ ما انت عارف بتنام من بدري عشان ما تصحى تروح معايا المسبك. عملت ايه؟ مية مية. استلمت السلام كله تمام التمام. وانت؟ مية مية. حلاوتك يا شغل. ما قلتوليش يعني، مش تفرحوني؟ منين ده كله؟ ما قلت لك يا معلم ربك بيرزق. طب مش تفرحوني وتعرفوني بيرزق منين؟ احنا اصل احنا لينا واحد شريكنا هو اللي بيمولنا يا معلم. ده باين عليه شريكه ده تقيل قوي وجامد قوي ومقرش قوي. مقرش؟ مقرش قوي يا معلمه. طب مش تعرفوني عليه؟ لا يا معلمه بلاش، خليك انت بعيد عن المسائل دي خالص. اوعى يا حربي، اوعى يكون فلوس الراجل ده حرام. الحرام ما بيعيش، وانت سيد العارفين حرام عمره قصير وعمره ما بيدوم. ايه ده؟ ده واحد جاب الظرف ده وقال لي اسلمه لكم لما تيجوا، وبيقول لكم ما حدش يتصرف اي تصرف غير لما الباشا الكبير يتصل بيكم. ده كشف العملاء يا حربي. عملة ايه؟ هنتصرف ازاي دلوقتي يا حربي؟ أنا بكرة بعد الصلاة هفوت على صلاح،
شوف معايا نعمل ايه في الحكايه دي. جرى يا حربي؟ هو احنا خلاص ما بقناش نعرف نعمل اي حاجه ولا نخطي اي خطوه غير لما نشوف سي صلاح ده؟ انا مش فاهم انت ليه حاطط نقرك من نقره مع انك بعيد عنه خالص وما شفناش من وراه غير كل خير. خير؟ هيجي منين الخير؟ في ناس كده اول لما تشوف خلقتهم تقول ان دول لا يمكن يجوا من وراهم اي خير. حربي الراجل ده من هنا مش حلو وانت عارف رايي فيه من زمان. بركه احنا مشينا في طريق ولازم نكمله للاخر. لحد فين يا حربي؟ لحد فين يا حربي؟ بص يا حربي احنا ربنا كرمنا من الواسع والكيكه طلعت معانا ولعبنا في العالي الحمد لله. يبقى راي ربنا بقى في اكل عيشنا وكفايه اللي وصلنا له. على راي المثل يا اخي الطمع قل ما جمع. قول لي يا زين. بركه عنده حق يا حربي. احنا زمان ما كانش عندنا حاجه نخاف عليها. دلوقتي بقى في اللي نخاف عليه يا حربي. صباح الخير يا امان. صباح الخير يا بابا. ها كلمتي حربي واكدتي على ميعاد النهارده؟ لا يا بابا لسه هكلمه حالا دلوقتي. طيب يا حبيبتي انا هغير هدومي وانزل اصلي ارجع الاقيكي جاهزه وننزل نقابله على طول ان شاء الله. حاضر يا بابا وحرام على المقدمه. جامعا ان شاء الله. الو. ايوه يا حربي انت لسه نايم ولا ايه؟ مين؟ انا امان يا حربي. انت ناسي ان في ميعاد بينا النهارده؟ لا 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 فاكر فاكر طبعا. واضح قوي انك فاكر بدليل ان حضرتك نايم لحد دلوقتي. لا 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 انا صاحي خلاص. صاحي انت. بصي اهو صاحي. حربي انت ما تعرفش بابا مواعيده بالثانيه. لا ما تخافيش يا اماني الساعه 2 بالظبط هتلاقيني موجود في الميعاد. حربي ارجوك اوعى تنام تاني. لا خلاص انام. ايه بقى انا صحيت. ماشي سلام معاك. سلام. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انسى يا حرب الكلام ده، انساه خالص. يعني ايه؟ يعني مش بعد كل التعب اللي تعبناه والخطر اللي عشنا فيه نجي في الاخر ونك. امال فين الطموحات؟ فين الاحلام؟ فين القلب الحديد؟ انا كنت فاكر طموحاتكم اكبر من كده بكتير. اكتر من كده بقاش طموح ابو صلاح، ده يبقى طمع. وعلى راي الواد بركه الطمع قل ما جمع يا صاحبي. واحنا لحد كده فل الفل الحمد لله، بدل المشروع عندنا ثلاثه وبارك الله فيما رزق. بس انا كان في دماغي حاجات اكبر من كده بكتير. أنا بفكر لكم في مليارات. المليارات مش الألوف والملايين. مليارات إيه بس يا أبو صلاح؟ خلينا في اللي إحنا عارفينه. خلينا نعيش وخلي غيرنا يعيش. بعدين ما تزعلش مني يا صاحبي يعني. أنت كل ده عملته وأنت هنا. في الأمان. في الظل. بتخطط وترتب وبترسم. وإحنا بقى اللي في بوز المدفع. بنخاطر وبننفذ. وشفنا الموت بعينينا أكتر من مرة. مش كل مرة تسلم الجرة يا صاحبي. بعدين بيني وبينك بقى أنا تعبت. عايز أرتاح. أعمل لي بيت وأتجوز وأجيب لي يعني حتة عيل كده أعرف أربيه وأنا مطمن عليه. وربك بقى يبقى يسامحنا على اللي عملناه أيام الشقاوة. واضح إنك واخد قرار يا حربي. قرار نهائي يا صلاح. طبعًا. وتعيشوا بعد كده تحت رجلين نعيم السيوفي. يقول لكم تعالوا شمال تروحوا، يمين تروحوا. هو ده اللي إحنا جايين لك عشانه يا صلاح. امبارح اتكلمت انا وزين وبركه ووصلنا النتيجه. احنا عايزينك تمكمك لنا وتخطط لنا ازاي نخلع من نعيم السيوفي من غير ما يكون ماسك علينا اي حاجه. قصدك ايه؟ ورقه الضد. لو جبنا ورقه الضد ده هنبقى كلنا في الامان ومحدش ليه عندنا حاجه. ورقه الضد؟ اكيد الورقه ده عند حبيبك عدلي. ولو قدرنا ناخد الورقه ده صلاح هنبقى ضربنا عصفورين بحجر. واحد خلعنا من نعيم بكل اللي خدناه منه. تاني حاجة بقى أكيد عدلي مش هيسلم من انتقام الباشا الكبير وده اللي أنت عايزه. ولا أنا غلطان؟ طب سيب لي الموضوع ده أنا مخمخه في دماغي كده وأشوف هنتصرف إزاي.
ماشي، همشي انا بقى عشان ورايا مشوار. اشوفك تاني امتى؟ اول ما تخطط وتمخمخ كلمني وانا هجيلك فورا. سلامة صلاح. ازيك يا انسه يا اماني؟ بابا اللواء حسنين المصري. اهلا وسهلا، ازيك يا سعاده اللواء؟ فرصه عظيمه ليا وشرف اني قابلت حضرتك يعني. اهلا يا حربي. متشكر يا فندم. اتفضل استريح، اتفضل. ايه يا انسه اماني، وحضرتك مش هتقعدي معانا؟ لا بصراحه انا عندي مشوار هنا قريب، هخلصه وارجع على طول. طب اتفضلي، اتفضلي. بعد اذنكم. اتفضلي. اتفضلي. أنا الفندم، شرفتني. عمر يا فندم، تشرب إيه يا باشا؟ شاي. شاي بالنعناع لو سمحت. طب خليهم اتنين بقى وحياتك. تعالى يا فندم. أصل أنا كمان يا باشا عايز الشاي والنعناع ده قوي، يعني زي سعادتك كده. عموماً دي بداية كويسة، على الأقل يبقى في حاجة مشتركة بيني وبينك يا حربي. ده شرف ليه يا باشا. شوف يا حربي يا ابني، أي اتنين تقوم بينهم علاقة أو يدور بينهم حوار لازم يبقى في حاجات مشتركة بينهم وبين بعض، كده ولا إيه؟ طبعاً يا باشا، أكيد. ويا ترى بقى إيه الحاجات المشتركة اللي بينك وبين أماني بنتي؟ أفندم؟ سؤالي واضح وصريح، ممكن تجاوبني عليه ولا صعب؟ لا يا باشا وماله، طبعا طبعا تحت امره. وانا مستني الاجابه. اتفضل. شكرا. اي خدمه غالي يا هواد؟ شكرا. شكرا يا حبيبي، شكرا. ها لقيت الاجابه ولا لسه بتدور يا حرب؟ شوف يا باشا، أنا هكلم سعادتك كده بصراحة من غير لف ولا دوران زي ما سعادتك قلت. أنا أول مرة قابلت الأنسة أماني فيها كنت في القسم عند أكرم بابن سعادتك. يوميها كنت مضروب ومتبهدل وكانت حالتي حالة. زي ما تقول كده يعني إيه، صعبت على الأنسة أماني وعملت عني حوار في الجورنال اللي هي بتشتغل فيه. وبعدين؟ وبعدين يا باشا يعني اتقابلنا بعدها كذا مرة، وطبعًا وقتها ما كانش فيه أي حاجة مشتركة بينا خالص. هي طبعا بنت ناس وبنت اصول ومن عيله كبيره، وانا يعني بس اللي حصل بعد كده بقى ان احنا يعني اتقابلنا كذا مره وكده وبتاع، ويعني زي ما تقول سعادتك يعني ان احنا ارتحنا لبعض. تفتكر يا حربي ان مجرد الارتياح ممكن يبقى اساس متين لعلاقه بين اتنين مفيش بينهم وبين بعض اي حاجه مشتركه زي انت ما قلت؟ وليه لا يا باشا؟ الارتياح والتفاهم دول اساس متين لاي علاقه بين اتنين. والمستوى الاجتماعي الثقافي الاصل والعيله كل دول مالهمش عندك اي اعتبار؟ عارف يا باشا، والله والله العظيم عارف ان الانسه اماني نجمه في السماء بعيد عني، واديني بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا اقرب لمستواها. بتحاول تقرب ازاي يعني؟ بعمل المستحيل يا باشا، بشتغل بايديا واسناني عشان احسن مستواي، وانا دلوقتي الحمد لله ظروفي اتحسنت، ما بقتش حربي بتاع زمان. حربي عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا. عمل الإنسان وتاريخه محسوبين عليه يا ابني. ده كلام أكرم باشا مش كلام سعادتك. للأسف أكرم بيه مصر يشوفني من جنب واحد بس. من غير ما تزعل مني يا حربي، أكرم عنده حق. أنت في النهاية اتحكم عليك واتسجنت وبقيت مسجل خطر. أنا كنت بدافع عن كرامة أمي اللي ربتني ضد واحد مسجل خطر يا أبو مفتري. تفتكر إن المجتمع والناس ممكن ينسوا حاجة زي كده؟ وليه لا يا باشا؟ لا. صعب، صعب يا حربي، في حاجات في الدنيا دي صعبة قوي إنها تتغير. صعبة يا باشا لكن مش مستحيل. شوف يا حربي يا ابني، أنت شاب ذكي وصريح وده اللي عاجبني فيك،
عشان كده أنا هتكلم معاك بمنتهى الصراحة من غير لف ولا دوران زي ما أنت اتكلمت بالظبط. عاوز أقول لك حاجة مهمة. الصعب عندي ممكن يبقى مستحيل عند غيري. قصدي سعادتك أكرم بيه؟ مش بس أكرم. يا حرب يا ابني، إحنا عايشين في وسط مجتمع، وسط الناس، ورأي الناس يهمنا جدا. بس أنا يا باشا دلوقتي معايا فلوس، معايا فلوس كتيرة قوي، واللي معاه فلوس الناس بتبص له باحترام. تبص له آه، لكن باحترام دي مشكوك فيها يا حربي. يعني يا باشا اللي ما يتولدش غني وبقه معلقة ذهب ومن عيلة كبيرة يفضل طول عمره محكوم عليه عيشة أقل من غيره؟ أنا ما قلتش كده يا حربي. كلام سعادتك معناه كده. يبقى ما فهمتنيش يا حربي. اسمع يا ابني، الإنسان لما بيعجب بحد وبيفكر يرتبط بيه لازم يحسبها كويس، ويحسب أثر العلاقة دي على الإنسان اللي بيحبه. لأن الواحد إذا فكر في مصلحته هو بس من غير ما يفكر في مصلحة الآخرين يبقى إنسان أناني ما بيراعيش مصالح الغير، وخصوصاً الناس اللي بيعزهم. حرب يا ابني، الإنسان ساعات بيضحي بحاجات كتير قوي في سبيل مصلحة الإنسان اللي بيحبه، ده إذا كان فعلاً بيحبه. قصدي سعادتك إيه؟ أنت فاهم قصدي كويس قوي. اسمع يا حربي، إذا كنت بتعز أماني فعلاً وخايف على مصلحتها ابعد عنها خالص. مفيش داعي تعلقها في حبال دايبة. عيش حياتك يا ابني، وسيبها هي كمان تعيش حياتها مع أهلها وناسها. وأرجوك، الكلام اللي بيننا ده أماني ما تعرفش عنه حاجة. كويس، سكوتك ده هعتبره علامة الرضا وإنك موافق إنه يفضل سر بيننا وبين بعض. أنا كده خلصت كل كلامي، تقدر تكمل شايك. عن إذنك. هيا بابا، عملت إيه مع حرب؟ كل خير يا بنتي. يعني إيه كل خير؟ طب قولي على الأقل إيه رأيك فيه؟ متهيألي من الصعب إن الواحد يحكم على إنسان من أول قعدة يقعدها معاه. طب على الأقل انطباعك الأول. الكلام ده ما ينفعش هنا، نروح البيت وهناك نتكلم براحتنا. يلا. بعدين يا باشا، احنا هنفضل مستنيين كده لحد امتى؟ لحد ما عزيز بيه يتأكد إن العيون بعدت عننا خالص، وأول ما يتصل بينا ويدينا الضوء الأخضر لازم نبقى جاهزين. ساعتها يا عدلي عايزك تتصل بحرب وزين عشان يبتدوا الشغل على طول. يا باشا أنا جاهز وتحت أمرك في أي وقت. آه على فكرة يا عدلي، أنت في أي اتصال بينك وبين عزيز بيه؟ أنا؟ لا طبعًا، وأنا أتصل بعزيز بيه ليه يعني؟ بعدين أنا شغلي مع سعادتك. إنما عزيز بيه ده أنا أتصل بيه ليه؟ يعني يكون هو اتصل بيك عايز منك حاجة، أنت اتصلت بيه بتقول له حاجة، أي حاجة كده يعني. لا بتاتا يا باشا، بس أحب أعرف بقى سعادتك بتسأل ليه؟ أبدا، ما أنت عارفني يا أخي، أنا ساعات في أسئلة غريبة كده تطقف نافوخي، ما تحطش في دماغك. المهم أول ما عزيز بيه يدينا الضوء الأخضر لازم نتحرك على طول. بس يا عدل، يوه وده عايز ايه ده راكل على الصبح؟ خد شوف عايز ايه. الو يا عدل بيه، تحت امرك. النهارده؟ حاضر حاضر يا باشا، حاضر، هجيب زين واجي لك. مع السلامه. عايز ايه؟ عايزنا نعدي عليه بعد الظهر عم يخلص محكمه. اشمعنى يعني؟ عارف، طلع عايزنا عشان بقى نبدا نتصل بالعملاء ونوزع عليهم البضاعه. السويد. طب العمل يا صاحبي؟ نعدي على صلاح اشوفه عمل ايه في الموضوع بتاعنا على ما تجهز انت، بعد كده اعدي عليك ونروح نسعدي مع بعض. برضه تروح لصلاح يا حربي؟ انما يا بركه شيل دي من دماغك، شوف وراك ايه. يلا يلا. واحنا ما قلناش غير صلاح ده. صباح الخير يا اهلا.
ايه يا ست نشوى؟ ناموسيه الكحلي النهارده. اعمل ايه؟ زحمه المواصلات. ازيك يا اماني؟ ازيك يا نشوى؟ ها احكي لي بقى، عملتي ايه امبارح؟ والدك قابل حربي؟ ايوه. وقالوا ايه بقى لبعض؟ معرفش. ما تعرفيش يعني ايه؟ هو انت مش كنتي معاهم في المقابله دي؟ كنت معاهم بس وصلت بابا وسبتهم يتكلموا براحتهم. اه وبعد ما اتكلموا والدك قالك ايه؟ ما قالش، سالته وقال لي كل خير. كل خير يعني ايه؟ طب وحربي قالك ايه؟ ولا انا كلمته ولا هو كلمني. يا قلبك يا شيخه، بقى من امبارح للنهارده ما تتصليش بيه عشان تعرفي ايه اللي حصل بينه وبين والدك؟ معقوله دي اماني؟ عندك حق، مش معقول. انا هكلمه واعرف ايه اللي حصل بالظبط. الو. ايوه حربي، انا اماني. ازيك يا نسا اماني؟ ما كلمتنيش يعني امبارح عشان تحكي لي ايه اللي حصل بينك وبين بابا. معلش يعني اتشغلت شويه وده عن بالي. راح عن بالك؟ انا اسف يا نسا اماني. ما علينا، قول لي عملت ايه امبارح؟ ايه اللي حصل بينك وبين بابا؟ كل خير. كل خير؟ هو انت برضه هتقولي كل خير؟ في ايه يا حربي اتكلم. بصراحه مش هينفع الكلام في التليفون. انا برضه بقول كده. تحب نتقابل؟ انا فاضيه، ممكن اعدي عليك في اي حته. لا النهارده مش هينفع، اصل انا مشغول شويه. مشغول؟ طيب نخليها بكره. ولا حتى بكره، اصل انا عندي شغل اليومين دول واخد كل وقتي. طيب مش هشوفك قريب؟ ربنا يسهل. مش عارف. ماشي يا حربي براحتك، انت معاك رقم تليفوني، لما تحب تشوفني بقى كلمني. مع السلامه. في ايه يا امين؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه يا نشوى، حربي طريقته معايا غريبه، اول مره يكلمني كده. اتكلم معاكي ازاي يعني؟ زي ما يكون بيتهرب مني او مش عاوز يشوفني تاني. الحكايه الظاهر كده انها شعللت. شعللت ازاي يعني؟ حربي امبارح قابل والد اماني واتكلم معاه، بس الظاهر كده ان ابوها مش موافق على العلاقه اللي بينهم دي، لكن اماني راكبه راسها، وحربي بقى متردد وبيتهرب منها وكمان مش عايز يشوفها، شكله كده خايف من زعل ابوها. طب واخوها الظابط؟ اخوها ده بقى هو علامه الاستفهام الكبيره، اللي محدش عارف هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي في الحكايه اللي زي دي.